Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faitir Ridho. Saya berasal dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saya sekolah di Pondok Pesantren Nurul Hidayah. Saya berumur 14 tahun. Saya sekolah kelas 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.